يعني واحنا نتجول في الملعب اتلقى صديق اللاعب ياسر قاسم رسالة من أصدقائه بأن المكان قد يتعرض إلى تفجير ثاني، وكان ياسر مصر على البقاء في الملعب، يعني ما يقبل يترك ويغادر الملعب رغم إبلاغه من قبل صديقه بأن المكان خطر ويمكن أن يعني الآن وجودنا بهذا العدد الكبير يثير حفيظة الإرهابيين ويمكن أن يعيدون الكرة من جديد ويعني يحدث تفجير آخر، لكن ياسر ما كان يقبل يترك الملعب وكان مصر على البقاء مع عوائل الضحايا. ياسر يعني من تم إبلاغك بأنه المكان خطر وأنه فعلا ممكن أن يتعرض إلى تفجير يعني ثاني قد يطال الموجودين في الساحة، ما شعرت ما حسينا ولا شعرنا أنك كنت خايف وأن الخوف يتغلغل إلى نفسك؟ اليوم مهم، اليوم كلش مهم، يعني اللي كأنه إنسان أنه ما قدرت أعوفهم لأنه شفت القوة هم ديطوني أنه هاي صارت بمكانهم للعائلات مالتهم للأطفال مالتهم، فصعب. منين تستمد هاي القوة؟ لأنك عراقي يعني من أبوين عراقيين، منين تستمد هذه الصولة، هذه الشجاعة اليوم اللي شاهدناها عند ياسر قاسم؟ أنا اليوم شفتها بالناس، يعني اليوم هم اعطوني القوة، يعني أنا عبالي أنا جيت دا أشوفهم بس هم اعطوني القوة. كلش مهم اليوم، كلش والله مهم. أنت يعني بليغ حتى في إجاباتك، حتى في ردودك بليغ، يعني شكرا. تتحدث ما شاء الله عليك، يعني أنا سعيد جدا، يعني أعتبر واحد من أجمل الحوارات اللي أجريتها في حياتي، صدقني يعني عندما أقولها بالصدق، يعني وجدت فيك درس ممكن أن نتعلم منه جميعا. شكرا. وأنا كل جاي العراق دا أتعلم أكثر وتعرفتهم يعني إيش خسرت من طلعت إنه بس نعم. الحب تتمنى الحب. تتمنى ترجع تعيش في العراق؟ إن شاء الله. يعني هسه العيشة مالتي بأوروبا إنه ويا الكرة والطوبة وهاي نعم. شغلتي نعم. بس كل مرة أجي، يعني مو هاي الجاية بس كل مرة أجي وأشوف البلد فرحان. نعم، لو عرض عليك أن تلعب مع أندية بغدادية أو أندية عراقية إن كان في وسط أو جنوب العراق أو حتى شمال العراق، عندك رغبة؟ يعني إذا قدموا لك عرض مناسب